متابعينا الكرام متواصلين مع تواصل أشواطنا، وهذا هو شوطنا الخامس عشر ضمن أشواطنا في هذا اليوم ومع هذا السن، مع سن الحقائق سواء البكار أو القعدان، وبإذن الله تعالى يوم الغد كذلك مع هذا السن ومع هذه أيضا هذا السن الصاعد إلى بإذن الله تعالى إلى سن الصعود. 1500 متر يتبقى لنا على خط النهاية، ونبدأ مع المركز الأول ونتعرف على مقدمة هذا الشوط. ظبية تعود ملكية ظبية للسيد محمد بصغير المنصوري، يوم المركز الثاني من تحتل المركز الثاني. زعزعة تعود ملكيتها لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري على المركز الثاني. المركز الثالث من تتواجد على المركز الثالث، التزام لمحمد بن سعد بن راشد آن نابت المري. وعلى المركز الرابع تصل صبر لمحمد بن سعيد بن قحيز المري. وعلى المركز الخامس التواجد على المركز الخامس من قبل سلابة لجر الله بن محمد بن سالمين المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كيلومتر أخير على خط النهاية، نعود إلى المقدمة، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة والقيادة هنا مع ضبا تعود ملكية ضبا، تعود ملكيتها لمحمد بن صغير المنصوري مع ضبا ومع الانطلاق الأول، ولكن القدوم أول القادمات في هذه اللحظات. يا سلام، وصلت هنا مشاهدينا الكرام. التزام حمد بن سعد بن راشد النابت المري، وعلى المركز الثالث كذلك القدوم والوصول من التزام أو الجازي هنا لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ النابت المري. يا سلام، شوف التغييرات، شوفوا التغيير هنا في المقدمة مشاهدينا الكرام. نعود مع مشاهدينا الكرام. الجازي من غيرت واحتلت المركز الأول رقم المحاولة هناك من الجانب الأيمن. يا سلام، التزام والجازي غيرت، وهنا التزام تحاول. يا سلام، لمن الناموس هنا التزام، وهنا الجازي هي الأقرب حتى هذه اللحظات. الجازي تعود ملكيتها لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، ولكن الله، شوف التغيير مع التزام تفوز معنا بهذا الشوط. تهانينا لمالك التزام حمد بن سعد بن راشد النابت المري على الناموس. المركز الثاني وصلت الجازي، سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ النابت المري، يوم المركز الثالث فوصلت الهدى لسيف بن علي السناري، يوم المركز الرابع وصلت الشاهينية لعلي بن مبارك بن راشد آل بريص المري، والمركز الخامس وصلت على المركز الخامس الماهر لفيصل بن لهوم بن طالب المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني بعد فوز التزام وتجاوزها في العشر الأمتار الأخيرة بعد أن قادت الجازي هذا الشوط حتى خط النهاية وكانت هي الأقرب للناموس، ولكن أتت التزام والتزمت أن تنتزع هذا الناموس بكل جدارة وبكل استحقاق. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ونهني بالأخص في هذا الشوط نهني مالك التزام حمد بن سعد بن راشد النابت المري. هذه التزام تشاهدونها على قناة الريان الفضائية، ولحظة وصولها إلى خط النهاية 3:58 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت التزام. تهانينا لحمد بن سعد بن راشد النابت المري، يوم المركز الثاني فوصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام. الجازي قطعت المسافة في 3:03:48 جزءا من الثانية. تهانينا لسالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، يوم المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث الهدى لسيف، قطعت المسافة في 3:03:80 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك الهدى سيف بن علي السناري.